أنا بالصحافة تخصصت أو كرست نفسي للأخبار. أنت طلعوك من جريدة الجمهورية بعد زيارتك ويا عبد السلام عارف للحلة؟ كل الأنظمة التي جاءت إلى العراق فيها محاسن وفيها مساوئ. أنت ما كنت تساهم بكتابة بيانات عبد الكريم قاسم؟ قال لي ترى أنا خاف عليك تنقتل. فقتلتك سهل. زين برأيك كشاهد على العصر شلون قدر عبد السلام عارف يتخلص من البعثيين؟ ما نفذت الشيء اللي هم يردوه. المكان تابعة هذه؟ قالوا أنت عميل لألمانيا الشرقية. لذلك هو كان يشك أن المصريين وراء. الجواب كان أرضى عبد السلام عارف كلش أرضى. أكو كان مخطط لاغتيالك؟ أنا لم أشعر أنه طائفي. أنت شنو قاسمي الهوى؟ يعني المصريين لهم دور في هذه القضية.